أرحب فيكم ونحن موجودين معاكم لأولا أشكركم على مجهودكم طول الموسم و نحن لازلنا في يعني في أثناء الموسم، باقي مباريات لدوري الخليج العربي وأيضا أمامنا استحقاق مهم ألا وهو نهائي كأس الخليج. إذا طلع وإذا باين له موعد ووقت، أحب إني طبعا أنا نحاول الاجتماع يكون في الموضوع أو الهدف اللي من شأنه نحن موجودين. نحن أحب أعلن أن مستر أجيري والنادي غرر أنه الاستمرار لموسم قادم، وحسمنا هذا الموضوع مبكر في الحقيقة قبل فترة، وطبعا أتى بكل توافق وتفاهم. نحن في نادي الوحدة وضعنا أمانة في يد مدرب كبير في بداية هذا الموسم، والعمل الكبير اللي قاعد يقوم فيه والاحترافية، ومدرب أشكره اشتغل في الأوقات المريحة واشتغل أيضا تحت الضغط. في المحافظة على وحدة الفريق وعلى تقديم وجوه جديدة، واختصرنا المسافات في إبراز هؤلاء النجوم بتقديمهم مثل ما شفتوا مستويات جيدة، وما حسينا صراحة أن في هناك فارق كبير أو في أن هذا اللاعبين حديثين عهد في الفريق. واللي يسعدنا أن هذا التوجيه بالتجديد مع المدرب. عليكم السلام. أتى بتوجيهات من سمو الشيخ ذياب بن زايد رئيس النادي، وبموافقة ومباركة جميع أعضاء مجلس إدارة النادي ومجلس إدارة الشركة. وبالمقابل أنا ما بتحدث عن المدرب، ولكن أيضا هو أظن يعني في نفس السياق والإطار كان أيضا يعني متشجع لهذه الخطوة، وفي نفس الوقت وطبعا أمام هذا التوافق ما لقينا إلا أن نحن نذهب لهذه الاستمرارية. واللي يثلج الصدر أكثر بأن هناك ارتياح عام من جماهير النادي أيضا في استمرار المدرب وعدم التفريط به، واللي يخلق لنا يعني مناخ جيد ايضا للفتره القادمه. Primero quiero agradecer por supuesto a la propiedad a Mr. Romeiti que me invitó a continuar el proyecto. اول شيء يعني طبعا اتشكر رئيس شركه نادي الوحده لكره القدم سيد روميتي لاعطائي لإتاحة هذه الفرصة لتجديد العقد. Por supuesto también a Keke y a todos los miembros del comité. وكذلك طبعا وجه شكري طبعا للشيخ ذياب ولجميع أعضاء طبعا الشركة. Estoy de acuerdo con señor Romeiti que ellos querían que me quedara y yo me quiero quedar, me quería quedar. أنا كذلك كانت لدي رغبة كبيرة يعني في الاستمرار مع الفريق. Estamos haciendo un trabajo importante con los jóvenes. نحن نعمل بكل جدية طبعا مع اللاعبين الشباب. Y estoy seguro que el año que viene tenemos un equipo muy fuerte para pelear por todos los títulos.
وأنا متأكد أنه في الموسم القادم سيكون لدينا فريق قوي للمنافسة على كل البطولات. Cuando me hablaron de Alguarda hace 7-8 meses. يعني عندما تكلم معي وكيل أعمالي عن فريق الوحدة منذ 7 أو 6 شهور. Y me dijeron tres cosas de Alguarda. يعني ذكروا لي 3 أشياء عن فريق الوحدة. Que trabajaba muy bien con la academia. هم فريق يعني يهتم بشكل كبير بأكاديمية النادي. Que no le debía dinero a nadie, pagaba todo muy bien. فريق يعني قوي ماليا يعني لا يجب لديه أي ديون. Y que era una familia. وطبعا الأجواء التي كانت يعني هنا في الفريق يعني هي عبارة عن أجواء عائلية. Y esas tres cosas son así. Es una familia, hay muy buena academia. Y son muy serios con el asunto del dinero. طبعا هذه هي 3 نقاط التي حفزتني طبعا للمجيء الى هنا، ان الاجواء عائليه، الفريق قوي يعني ماديا، وكذلك لديهم اكاديميه قويه. Es un proyecto que me gusta mucho trabajar con jóvenes. Me gusta mucho la gente seria como el señor Romeiti, como Abdul Basel, como el Sheikh, gente que te dice de frente las cosas, que son serios. وطبعا هذا المشروع يعني مشروع يعني قوي، يعني كنت متحفز لهذا المشروع منذ البداية، كذلك متحفز للعمل مع الناس تتميز بالجدية مثل رئيس النادي او جميع اعضاء النادي. No ha sido fácil, el inicio no fue fácil para mí ni para el staff. البداية لم تكن سهلة بالنسبة لي وكذلك بالنسبة لفريقي الفريق التقني بشكل عام. Creo que 8 derrotas en liga son muchas derrotas. أعتقد أن 8 هزائم في الدوري تعتبر هزائم كبيرة. No podemos perder tantos partidos. لا يمكن أن نخسر المزيد من المباريات. No podemos salir del primer partido de la Copa del Presidente. No podemos hacer este error otra vez. كذلك لن نعاود أو لن نكرر نفس الخطأ الذي حصل يعني في بطولة كأس رئيس الدولة. لن نخرج من الدور الأول. Aunque nos toque el mismo árbitro, no importa. Tenemos que ganar. حتى لو لعبنا يعني أمام نفس الحكم الذي أدار مباراتنا أمام الوصل علينا أن نفوز. Y por supuesto que estoy muy muy contento y mi familia también de quedarnos en esta gran familia. وبالتأكيد أنا سعيد جدا، كذلك أسرتي سعيدة بالتواجد هنا وبالتواجد ضمن هذه العائلة الكبيرة. Agradezco mucho a los fans. أقدم طبعا شكري وامتناني إلى جماهير النادي. Y agradezco mucho a los periodistas, a los medios por su apoyo y por sus críticas positivas. وأوجه كذلك شكري وتقديري لكل الصحافة ولكل الإعلاميين لدعمهم لي طوال الموسم، كذلك لانتقاداتهم الإيجابية. Gracias. شكرا.